سنتنا ولا ولا لا خليك المرة الجاية خليك المرة الجاية تعال اقعد يا ادم انت راحتك موت اقعد اهو الماتش الاخير الماتش الاخير بين عمرو وبين زياد مستعدين يا ولاد يبدو انكم بتزيد وان شاء الله تتراوح يعني النتيجه الى حد ما ربنا يستر اقعد كفايه جاي جوزك بيحب فيه التليفون مش التليفون هو فيه التليفون ماما الحقي جوزك بيحب في التليفون يلا ماما قول ايه ماما الحقي جوزك بيحب في التليفون ماما الحقي جوزك بيحب في التليفون جوزك بيحب في التليفون يلا تاني بس يا نو بتزعجي انت مش عارف ليه انا مصور اكشن قول اكشن يا ادم اكشن بابا بيحب في التليفون غادي في التليفون جوزك بيحب في التليفون ماما الحقي جوزك بيحب في التليفون يلا روح يلا يلا شفتها بص يا نور ماما جوزك بيحب التليفون في التليفون وانت جارعة وسخة جدا يا فاز انا وانا مش عاجبك يا بتاع النسوان عاد كده طلع المسدس وتقتل بقى
عشان انا مش عاجبك. قول بقى يعني انا مش عاجبك يا بتاع اكشن وانا يا بتاع النسوان وقت لا تطلع المسد اكشن. بتاع النسوان بتاع النسوان يعني روح تاني روح بسرعة. يلا بسرعة. يلا بسرعة. عايزين نخلص يا هاد. يلا بسرعة. بص قولي يعني انا مش عاجبك يا بتاع النسوان يا بتاع النسوان بس ياخد الله اكشن. يا انا مش عاجبك يا بتاع النسوان بصي انا روح تاني تاني يلا عاوزك تقول احنا يلا 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 بقى عشان نصور ماشي ماشي ولا انت بقيت موز شكل لحتك يا مدروس قايم دوري كلمه
انت عايز اقول لك اني خطير، عايز اقول لي انك خطير، عايز